الفضائية. إذا هذه البداية، هذا هو الحماس، هذه هي الإثارة الحيوية، الرسالة السامية الهادفة المميزة اللي احنا من أهدافنا بأننا تكونوا دائما مبسوطين مستمتعين بمتابعة شاشة قناة الواقع الفضائية. في أسئلة وطروحات كثيرة بنوجهها للدكتور عائض القرني، واليوم حرصنا وشكرا للدكتور عائض القرني على أنه أتانا حتى يقدم لنا رسالة ويعني يفتتح برنامجنا هذا، وبعد قليل سيكون هناك إن شاء الله كذلك مشاركات من نجوم في الفن وكذلك المتسابقين لديهم لوحات إبداعية في الديكور اللي سترونه بعد قليل. المهم خلوكم قريبين. أبو عبد الله، قبل لا أرحب بالإعلامي النجم الرائع الوطن، حق علينا وأبغى رسالة سامية، وأنت رجل دين ورجل دولة، لولا الله سبحانه وتعالى ثم الوطن ثم الأمن والأمان والاستقرار ما قدرنا إحنا نشتغل مثل الشغل الفي آي بي الاحترافي، وحنا مطمئنين هادين نفسيا. أبو عبد الله، وش الرسالة بتقولها؟ الوطن أم، الوطن يحب ويعشق، الوطن حبه رسالة، والدفاع عنه مروءة، سلام، والذب عنه رجولة، والانتماء إليه دين. الله، هذا الوطن. فإذا كان الوطن مهبط الوحي ومهد الرسالة ومنطلق النور وأرض محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله، ومدرج جبريل عليه السلام وأرض السلام وأرض الحضارة ومشاعر هداية، كيف يكون هذا الوطن؟ الله، في بلادي هبط الوحي ولم يهبط الوحي بربع أجنبي، الله، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، اللهم صل عليه، قل صلى الله عليه وسلم، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد رجاله وخياله، الله، منا عمر والمثنى صاحب الثلة، وخالد بن الوليد بدارنا جاله، سلام، جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. الله الله الله، وطن هو المملكة العربية السعودية، وطن هو السعودية العظمى، وطن هو مهد السلام، وطن هو يصنع القرار، وطن سار قبلة في الدين، وقبلة في الاقتصاد، وقبلة في التجارة، وقبلة في الريادة، وقبلة في العلم، فلله الحمد والشكر. الدول بجانبنا وبجوارنا تتصارع في أمواج الفتن، ونحن آمنون في سفينة الأمن والحمد لله. يا ربي لك الحمد. نحن كما يقول أحد الأدباء صدق فيما قال الدكتور عبد العزيز المقحم، نحن حديقة في حريقة. الله، ما جنبنا حرائق، نسأل الله أن يشافيهم ويعافيهم ويؤمن بيوت المسلمين، آمين، وبلاد المسلمين، ونحن آمنون الحمد لله والشكر. فجزى الله خيرا قيادتنا، وفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. عندنا خطوط ثلاثة حمراء، نعم، لا يقترب من أحد. الخط الأول الإسلام، ديننا مكتوب، عقيدتنا في عالمنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يقترب أحد، لا تمس الدين، ديننا نفديه بالدماء والأرواح والنفوس وما نملك من أبناء ومن ثروات. الثاني القيادة، المبايعة شرعا، بايعنا على الكتاب والسنة في المنشط والمكره. الثالث الوطن الذي مستعدون، وأنا أقول مع أخي ناصر اليوم سوف ندافع عن وطننا، ندافع عن وطننا بالطائرة والدبابة والصاروخ والبندقية والرصاصة والمحاضرة والخطبة والإعلام والإعلام والشيلة والقصيدة وكل ما نملك، والدفاع عن الوطن. القتل في سبيل دفع الوطن شهادة، الله، في سبيل الله. ولذلك من هذا المكان أحيي رجال أمننا في الداخل وجيشنا على الحدود، أبطال الأسود على الحدود أحييهم، الجنود الذين بذلوا أنفسهم. من قناة الواقع أحييكم هذه الليلة، أبعث التحايا لكل في كل من يعمل في هذا الوطن العظيم وفي بلاد المسلمين. أحيي كل المنتجين في المجالات، العلم والطب والصحة والتكنولوجيا والشريعة قبل ذلك، وكل ما يدين الحياة. شكرا لكم، شكرا للرائعين، وبشركم أننا مواصلين وواثقين بربنا ومتفائلين. وكل ما التقيت بأخي عبد الله وجدت التفاؤل والحضور، وبشركم أنه سوف يفاجئنا ببرامج جديدة وإبداعات جديدة وإمتاعات جديدة، وسوف ترون إن شاء الله الجديد والجميل. فعليكم أن تدعوا لنا وندعو لكم، وصلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. أبو عبد الله، اسمح لي أسألك هالسؤال. أبو عبد الله، أعتقد بأنه أبو عبد الله خلال مسيرته الإعلامية الدعوية الوطنية لم أرى في افتتاح برنامج في الإعلام اليوم.